من هذه الفترة إذا ممكن تشاركينا عن التطورات، شو صار معك؟ بعد الحلقة الأولى، أول إشي قبل ما أحكي حابة أشكر كل المشاهدين اللي فعلا صلوا لي، صلواتهم جدا مباركة من كل قلبي، بشكرهم فردا فردا يعني لصلواتهم. قديش نعمة ربنا كبيرة بصلواتهم لسه أنا موجودة. على آخر التطورات اللي أنا سمعتها، رحت على ألمانيا، على مستشفى في ألمانيا، لأنه هون العلاج في إسرائيل قالوا لي إنه ما في أمل، فحسيت إنه لازم أضل أعمل إشي، أدور كأنه على أمل جديد. فسمعت على علاج جديد اسمه الهايبرثيرميا في مستشفى في ألمانيا، ورحت هناك. من أول أسبوع كانوا بدهم يبلشوا في العلاج معي. العلاج عندهم إشي اسمه هايبرثيرميا، لوكال هايبرثيرميا، وكمان انفيوجنز، بعطوا فيتامينات، بعطوا محاليل تقوي وترفع جهاز المناعة. بس وانا هناك طول الوقت يقولوا لي بدنا نعمل لك فحوصات جديده، مع اني انا كنت ماخذه معي فحوصات من اسرائيل من المستشفى اخر طبقيه، بس هم اصروا انه نعمل فحوصات جديده. عملوا الفحص الجديد، قالوا لي في المانيا بصراحه طلعوا الاورام عندك اكبر من ما انه نقدر نعالجك، مع انه هذا المستشفى بالذات بيقولوا للمستعصي، للامراض المستعصيه، للاشخاص اللي فقدوا الامل وراحوا، كانه هذا المستشفى اخر امل. حتى هذا المستشفى اللي انا اعتبرته اخر امل قالوا لي بنقدرش نساعدك. ليش؟ لانه الاورام عندي كثير كثير كبيره بشكل هائل. بس مزبوط هيك الوضع. عملوا لي بعد الطبقية، في دكتور عربي هناك طبعا كنا نحكي مع باللغة العربية، أجا عندي على الأوضة بقول لي يعني أنا شايف في الطبقية عدة أضلاع، الجهة اليمين الأضلاع كلها مصابة من السرطان، سرطان ساركوما، ومصابة بشكل كبير. بس أنا اللي شايفه قدامي لازم أشوف واحدة بتصرخ من الوجع، العظم عندك مصاب كله، كيف أنت ما بتصرخي؟ حقيقي هاي نعمة ربنا إنه مزبوط أنا موجوعة، بس بطريقة محمولة. بقول للدكتور، بقول لي يا سبحان الله يا سبحان الله، في إشي غريب يعني، اللي زيك هلا بيكونوا ياخذوا مورفين بأعلى درجات أو أعلى درجة مخدرات عشان يخفف الوجع اللي إحنا شايفينه في الصورة. نشكر رب، مزبوط الوضع سيء في الجنب، لكن نعمة الرب لسه موجودة يعني. فما قدروش يساعدوني، قالوا لي احنا بننصحك في عملية لإزالة كل الأضلاع الجهة اليمين. كانوا مصابين 3 أضلاع، هلا صاروا 4، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة. فهي عملية جدا جدا كبيرة وخطيرة، وبدهم يفتحوا كل المنطقة ويشيلوا العظم ويحطوا عظم جديد بداله. أنا روحت من ألمانيا محبطة، من حتى هذا المستشفى ما قدرش يعني يساعدني. بس حقيقي روحت عادي، كأنه طبيعي الوضع، فيش هذاك الخوف. يمكن قالوا لي العملية، وكنت خايفة من العملية، جيت على إسرائيل أقول لهم دعم العملية، أخذوا قرار إنه ما يعملوا لي العملية رحمة فيا.